تسمعوا في 90 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل على اي فام في 90 دقيقة. اليوم نستقبلوا النائب مبروك كرشيد. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا. مرحبا. شكرا لك. البداية باش تكون باللقاء اللي كنا نتحدثوا عليه دايوغ توا ساعتنا الأولى. قيس سعيد يوجه دعوة إلى عدد من النواب على علم أنت بالموضوع أستاذ كرشيد. من الإعلام فوالا. لماذا لم توجه الدعوة إلى مبروك كرشيد ساعة؟ أول حاجة سؤال معناها ذولي بيجي هذا على ما استدعوكش. اسال السيد رئيس الجمهوريه خذ موعد معاه وسالوه علاش ما استدعانيش. على كل حال استدعاني او ما استدعانيش انا اعتبرها خطوه الى الامام. هو التصنيفات وخاصه السيد رئيس الجمهوريه للناس ما هي التصنيفات حسب رايك؟ على كل حال شو المعايير؟ ما نعرفش. في قراءه لاسماء النواب اللي وقع استدعائهم. انا اعتبر استدعاء مجموعه من النواب من كتل مختلفه حاجه ايجابيه. لانه ما عندناش حل الا الحوار. ايوه. إن شاء الله ما تكونش الفكرة هي التمترس ومحاولة استقطاب داخل البرلمان. ما نصورش غاية رئيس الجمهورية هذه، لأن وقتها ما عادش عنده معنى صفة سيد رئيس الجمهورية، تولي وقتها عملية ما تعاونش، وإحنا حاجتنا بحاجة تعاون. ونتمنى زادة العشية يستقبل هشام المشيش. بعد النواب يستقبل هشام المشيش. إيش خاصة؟ إحنا نحبوا السيد رئيس الجمهورية يجلس مع الجميع. بغض النظر على الاسماء اللي اختارها وكيفيه الاختيار وما الى ذلك والمعايير. بطبيعه الحال انا مانيش في حتى معيار، لاني انا مانيش في موجود في كتله التقنيه اللي هي الكتله الوطنيه. اي. واحنا معناها نحترموا رئاسه الجمهوريه كما نحترموا كل مؤسسات الدوله في اشخاصنا او ككتله او كتوجه سياسي في الراية الوطنيه اللي هي الحركة اللي أنا موجود فيها تحت تأسيس. أنت أستاذ كرشيد تو طرحت علينا زوز سيناريوهات، والسيناريوهات زوز واقعيين الحقيقة. أن يكون هناك رغبة كبيرة في الحوار، وهنا نسألك نقول لك شنو ينجم يكون دور النواب في المرحلة هذه في الأزمة الدستورية في علاقة بما يحصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأداء القسم. رئيس الحكومة من شيرته شد ثنية إجرائية بداها باستشارة المحكمة الإدارية إلى استشارة أساتذة قانون حول الموضوع. رئيس الجمهورية في نفس الوقت ماريني انسيني معناها نتاع عبد يحب يقدم بالموضوع، فالاثنين شوفوه جايب النواب. دونك يظل تمشي الحكايه اكثر نحو التمترس. انت شنو رايك؟ انا ما نحبش نقرا التمترس، وما نتمناش ان يكون تمترس. وما نقراش وكانوا تمترس غير ذكي صراحه. نقول لك ليه؟ انا السياسه انا فاهمها بالعقل، ما نفهمهاش بال، لانه تنادي سمير ديلو باغ اكزومبل. في سمير ديلو باش يخلي نهضه ويجي لقيس سعيد، ما فعل العقلاء تصانوا عن العبث. فما قاعدة أصولية قانونية يعرفها سي قيس وتعرفها كل رجالات القانون في تونس، اللي هي أفعال العقلاء تصانع العبث. إيش معنى أفعال العقلاء تصانع العبث؟ يعني الإنسان كي يبدأ عاقل ما يعملش أعمال عبثي ما تفيدش. أنا من اللقاء تراه عبث هذا؟ أنا الرأي اللي قال رئيس الجمهورية يلزم يكون مفيد وعنده نتائج أو يكون عبثا. وطالما انه في النتائج متوقع منه، النتائج عندي انا هي مش تمترس، لان التمترس ما يفيدش، هو حل حالة الوضعية اللي احنا موجودين فيها والتي شارك في ايجادها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على حد سواء. كيف ذلك؟ اوكي ماشي. قسم المسؤوليات. يعني رئيس الجمهورية يعرف انه هناك تحويل وزاري، ويعرف انه دوره محدود في هذا التحويل طبق القانون، ويعرف ان السوابق التي وجدت سنه 2018 وانا وقتها كنت وزير مغادر في حكومه 2018 اللي قال سلباجي اللي هي حكومه النهضه والشاهد. اي تذكروا هذا بالباهي برشا قالوا مش كان سلباجي. اي وقتها سلباجي اللي هو رئيس جمهوريه طبعا. يعني بصفته لا بشيء، وصار سو جونغ دو بلوكاج. أي. ولكن سلباجي قال انا توا نمثل الدوله التونسيه. وطالما اني نمثل الدوله التونسيه انا ما نعطلش المرافق. إذا كان فما سوابق سي قيس سعيد في رئاسة الجمهورية فهي السابقة التي قام بها سلباجي، والمفروض أن يأخذها كسابقة إيجابية من رئيس الجمهورية السابق. رئيس الحكومة أيضا يعرف أن السلطة التنفيذية مشتتة، والأصل أنه رئيس الحكومة يرى اللي ما هوش دوره أن يزيد تشتيتها، وعنده كاديكول اخرى وقعت قدامه اللي هي علاقه سيوسف الشاهد كانت بسلباجي وكيف تتطور الوضع الى امر سلبي على الدوله. بالتالي كان يمكن ان يستفيد. كلا الرجلين لم يستفد هذا ولا ذاك الحقيقه.
سي كرشيد أشارت إلى نقطة مهمة جدا، هل تقارن ضمنيا بين عملية تكليف يوسف الشاهد آنذاك من قبل الباجي ومن بعدك نجم نقوله خرج على الخط أو الفكر اللي ترسم له كما هشام المشيشي مع قيس سعيد بالضبط، القصتين متشابهتين؟ يعني هي المسلسلات متشابهة كلها. أيوة فهمت يا اخي. رشد الغنوشي ما كلفش كالعام حمد جبال، وحمد جبال بعث لي عمل لك الجراء المانيفر في اخر مطاف وقال حب يمشي يعمل حكومه واحده، وقال حكومه التكنوقراط تذكره ولا وعوقب فورا بازالته. يعني هالحاله القانونيه تنظيم الدوله في تونس هو تنظيم يشجع الانشقاق، وهو تنظيم سيء، وهذا التنظيم السيء يخلي كل واحد ما عندوش قرون يطلع قرون في تونس. ونشوفه في تطليع القرون من كل جهة. وبالتالي هالوضعية هذه هي وضعية نشأت عن تنظيم خاطئ للدولة بمقتضاه تتصارع السلطات والاختصاصات. وللأسف هذه وضعية باش تكون كرونيك، كانت مع يوسف الشاهد وأيضا تتكرر الآن مع سي هشام المشيشي، وكان توا ربي في عمر سي ياسر فخفاخ زادوا ما جاتوش المشكلة توا حتى راهو باش يوصل، لأن هذاك هو الطريق في ظل هذه القوانين اللي هي قوانين معناها ما لا تعطي نجاعة للسلطة وتجعل السلطة ضعيفة. في التوصيف أستاذ كرشيد هل توافق؟ معناها احنا اليوم نحكيه على أزمة دستورية، على مأزق دستوري، ولينا نحكيه على أمباس. هل نحن اليوم كما نقوله في زنقة؟ معناها بالحق ما عادش فما مخرج للموضوع. شوفي احنا أنا قلت من الأوائل اللي هذه وحلة المنجل في القلة كريمون. علاش هذايا؟ هذايا مش ناشئ فقط على أزمة دستورية قانونية، بل أيضا على أزمة سياسية عميقة في تونس. وعلاش أزمة سياسية؟ لأنه الحل مش في الدستور، والحل مش في المحكمة الإدارية، والحل مش في الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. هذه مش هذه الحلول، لأنه مهما كان مشينا الآن لتأويل القانون ولا مشينا لتفسيره، ما هوش باش يعطي غدوة لرئيس الحكومة ولرئيس الجمهورية أنهم يعملوا التعايش المطلوب بينهم في ظل القوانين الحالية. لأن الكوكبيناج ما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة يجب أن يكون متين وقوي وحتى تسير الدولة. الحل سي كرشيد، الحل عندي أنا، الحل الفعلي عندي السريع الواقعي القريب اللي ما يطلبش الحل، ما هوش مشالوا رئيس الحكومة في الذهاب إلى المحكمة الإدارية. لأنه فرضا، والأقرب أن في رأيي لو أن المحكمة الإدارية كرجل قانون نتحدث الآن، المحكمة الإدارية رأى أن الاختصاص هذايا كان تبعد عليه أفضل للمحكمة الإدارية. محكمة كانت شجاعة ديما، وكانت محكمة نزيهة في كل العصور. الآن إقحامها في هذا الموضوع في تأويل الدستور الصعب تأويله قد يضر المحكمة الإدارية كمؤسسة قضائية محترمة تتعلق بالإدارة ولا تتعلق بالسياسة أعمالها. بالتالي تنصحها بأن تقول أنا شخصيا غير رأيي مختص، أنا ما يتختصوش، تقول ما نش مختصين والحاجة هذه ما نش مش ننظر فيها، برفضوا أزمتكم السياسية بعيدا عن المحكمة الإدارية. هذا رأي. إذن الذهاب للمحكمة الإدارية حل مش طريقه. الذهاب إلى أنه نعملوا باساج أون فورس ونخلوا وزراء يخدموا، راهو قانونا هذا باش يكون محل طعون. البقاء في الربوة، في أعلى الربوة، من السيد رئيس الجمهورية يراقب من تحت تخبط الوزراء المعينين ولا رئيس الحكومة، في آخر مطاف ما ينفعوش استراتيجيين، لأنه هو يخلق وضعية متأزمة في الدولة التي يرأسها. وفي آخر مطاف التاريخ سيسجل عليه هو وعلى غيره أنهم ساهموا في خلق الأزمات وما ساهموش في خلق الحلول. شنو الحل إذن؟ الحل كما قلت هو مرارا وتكرارا أن يجلس رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أنهم يتنزهوا ويتجردوا. الناس تتقاتل راهو في الحروب، الناس تتقاتل ثم تجلس إلى المفاوضات، وكي تجلس المفاوضات ينجموا يخرجوا أكثر أحباب وأكثر أصدقاء، لأنهم تضرر كل منهما من وضعية التصارع. واضح، نرجع بعد شوية باش نحكيه على هذا يشجع عليه شنو؟ يشجع عليها الوضع المتردي للبلاد التونسية. احنا لا عندنا تلقيح. البارح معرة راهو اللي صارت، تعرف اللي صار البارح هي معرة فضيحة كبرى. البارح جينا مع الدول الفقراء المصادق على أن نمنح تلقيح كوفيد في إطار الدول الضعيفة
جدا في العالم. وصدقتم بالإجماع تقريبا. وصدقنا بالإجماع لأن مضطرين، ما عندناش حل، مش هذا الموضوع. أما أن الدولة التونسية التي يمثلها سي قيس سعيد ويمثلها سي هشام المشيشي ويمثلها السلطة التنفيذية وزير الصحة جايين كيما الدول الضعيفة جدا في العالم حتى تأخذ لقاح مجاني. الدولة هذه إيش عملت المواطنين التونسيين؟ ماذا اشترت لهم كلقاح يواجهون به هذه الأزمة العالمية؟ لا شيء، صفر. والبارح الدولة التونسية يا كريم طاع الله، يا كريم طاع الله. وهذه آن كنا في تونس الماضي نريد أن ننافس الدول الأوروبية اللي هي أقل نمو كما البرتغال كما اليونان كما غيرها من الدول الأوروبية الأقل نمو، وكنا نطمح أن نكون يعني دولة شبه متقدمة. توا شوف الدول العربية شكون، شرق ليبيا وين يحكم حفتر جابوا التلقيح، هاي دولة في كل إمكانيات هذه وضعفها وإن شاء الله ربي يحل مشاكلهم. مصر اللي يقولوا ما فيهاش ديمقراطية تلقح منذ مدة. السعودية 3 ملايين تلقيح. سلطنة عمان، الأردن، الضفة الغربية فيها تلقيح، الجزائر، الجزائر فيها تلقيح، المغرب فيها تلقيح. وإحنا يخرج علينا رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة يقولوا هنا مدين يدين زاد الجزائر، طول الجزائريين، الجزائريين ينحوا التلقيح من أولادهم ويعطوهم على التوانسة بشرق. يعني شوفوا كيفية تعامل الدولة معناها. وإحنا هذا وضعنا في تونس، وضعنا الاقتصاد ما شفتوه، وفي المقابل على شنو نتعاركوا؟ نتعاركوا تجيني ولا نجيلك؟ وشنو معناها كما معناها تشوف في الوضع يتنزل شوية يتواضعوا لفئات التونسيين. مبروك رشيد، مواصلين معك بعد الفاصل مباشرة باش نتحدثوا على موضوع سحب الثقة من رشد الغنوشي في رئاسة البرلمان، وأيضا معلومات حول رشد الغنوشي اللي وصلت لنا من هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البهامي. على ما يبدو وقع الاستماع لرشد الغنوشي في علاقة بالقضية، نرجع بعد شوية أكثر تفاصيل. نائب في البرلمان، حديث كبير جدا على رشد الغنوشي في رئاسة مجلس نواب الشعب وموضوع سحب الثقة، هل أنت مع العريضة؟ صححت ولا ما صححتش؟ ذول يدي اللي يتلوجوا عليها في المجلس، شكون مصحح على عريضة سحب الثقة وشكون لا؟ لا، هذه عريضة يسموها عريضة بكاتم الأصوات. اي علاش ديسكريتمون تحضرت؟ شوف خلنا نحكوا، أنا ماك تعرفي موقفي وما يزايد علي حد، أنا لم أصوت للغنوشي ولن أصوت له حتى لن الزمخ شريك أنت حبي. والعام فارت سحبت الثقة منه في مجموعة السبعين، وقت اللي جينا في السبعين أحد الأسماء التي سحبت أنا. لكن بالمحصلة شنية اللي صار؟ بالمحصلة أن إحنا عم نول وقت اللي الغنوش طلع رئيس البرلمان، بعد 15 يوم جات أحد الكتل وقالت نعمل في لائحة لوم، ثم وقعتك المهاترات وكل الأمور وتدخله هو في الشأن الخارجي وتدخله في الشأن الداخلي، ومشينا باش قدمنا فيه لائحة اللوم. بالنهاية ايش عملنا؟ بالنهاية انتهينا إلى أن ثبتنا الغنوشي في أول عام انتخبه يعني جمعته وقلب تونس والمجموعة هذيك، وفي آخر العام ثبت الغنوشي الوقت ما نجمناش نوفروا المياه وتسعة أصوات لإقالته من رأس البرلمان. دونك أنت موافق على الآلية ولكن تقول أنه الأصوات يسعى تكون هذه المعركة عمنون. أيوة المعركة اللي كانت عمنون هي معركة حقية مش ضد الغنوشي، هي معركة حقية لترذيل كل القوى المدنية. أنت صححت وأنت ما صححتش وأنت عملت وأنت ما عملتش. الأمر تغير الآن في علاقة بالليحة هذه مش برشا حقيقة، لأنه أيضا قدمت لائحة منذ 15 ولا 20 يوم وتسمعوا في المزايدات في الساحة السياسية. احنا ما نثبتوش علاقتنا السياسية ضد الإسلام السياسي والإسلاموية وضد رشد الغنوشي معناها باختيارات قد تثبت الغنوشي مرة أخرى. أنا سأعمل وأعمل على أن تنجح مسألة سحب الثقة، ولكن مش كل مرة نجو نعملوا عملية هواية سياسية باش نعملوا الشو على الفيسبوك. الدولة لا تدار بالشو على الفيسبوك. باهي، دونك انت ترى انه فما اخطاء تكتيكية استراتيجية صارت يجب تجاوزها. القيادة كانت قيادة غلطة عم نول وسنا نفس القيادة تحب تعمل نفس الاخطاء، واحنا نحبوا الزبدة للتوانسة. يجب ان ينتهي هذا الوضع المأساوي في البرلمان.
قبيلة شوية سي كرشيد. هيئة الدفاع على شكري بالعيد الشهيد والشهيد محمد البراهمي عملت ندوة صحفية، وما بين المعطيات اللي قدمتها هو أنه تم الاستماع للغنوشي في العوينة بخصوص الجهاز السري، فما تطورات في علاقة بالملف؟ أنت إلى أي مدى تبع في الملف هذا وشنو رأيك في المعلومة هذه؟ يعني شوف أنا ما عنديش معلومات جديدة الحق، وما اتصلتش بأصدقائي في هيئة الدفاع على شكري الله يرحمه محمد البراهمي، ولكن مسألة الجهاز السري اللي مازال ينكرها كان الانسان ما يعرفش تونس. الجهاز السري موجود وهو على اصبح شبه جهاز علني، انت ما عادش كان جهاز سري، حتى شخصياته العامه ولات معروفه. وهذا تنظيم داخل الدوله، وهذا تنظيم حتى ربما داخل النهضه، مش كل النهضه يعرفوه. بالتالي مساله الجهاز السري انا اعتقد انها قائمه. علاقتها بالاغتيالات يجب ان تتوضح. الاستماع الى رشد الغنوش الحق المعلومه لا علم لي بها، وان كانت ربما منطقيا تكون قديمه. علاش منطقيا قديمه؟ لان الغنوش الان لا يقع الاستماع اليه الا باجراءات خاصه باعتباره نائبا ورئيس مجلس النواب. ربما وقع سماعه منذ مده لان شكايه قديمه وتعود الى ايامات حكم سلباجي. تذكر السلباجي وقت تحدث عن الجهاز السري وتحدثوا على أجهزة سرية في الدولة التونسية ولحركة النهضة، بالتالي أنا المعلومة ما عنديش معلومة خاصة. بيه باش نختموا مبروك كرشيد، نرجع معاك على الاحتجاجات اللي صارت في نهاية الأسبوع واللي من المتوقع وبرشا الناس تحكي أنه باش يعاودوا الناس يهبطوا للشارع التعبير على غضبهم على استيائهم لحل البرلمان. كل مجموعة عندها مطالب معينة. في نفس الوقت راو رئيس الجمهورية أيضا ينزل إلى الشارع يقابل الناس في المرشي في القهاوي، فما اللي ربط عمل توازي بين الظاهرتين هو أنه اليوم رئيس الجمهورية يدعو إلى أنه الناس تكون موجودة في الميدان وهو كذلك معناه يعمل في نفس الشيء. شوف الشارع مع احترامنا لكل المواطنين والمواطنات لعبة قد تؤدي إلى نتائج لا يحمد عقباها، وحق التظاهر حق شرعي، ولكن أنا نسمع في نبرة خطيرة جدا اللي هي بمقتضاها فما شكون باش يقول باش نهبطوا في مسيرات دعم للمشيشي يوم السبت، ومسيرات هذه ربما تنظم من جهات داعم الآن الحزام السياسي للسيد رئيس الحكومة. وضح لنا أكثر سي كرشيد، منيش خايف؟ خايف من أنه أفكار متطرفة تذهب إلى الشارع ويصبح تأجيج وتأجيج مضاد، وإذا كان ولا الاحتكام إلى قاعدة الشارع فهذا سيؤدي إلى أنه بقايا الدولة التونسية سيقع الإجهاض عليه. أنا هذا يخاف منه، وأنا نقول لعبة الشارع ماهيش لعبة. الناس ما تمشيش للشارع كل يوم، راهو في تاريخ الشعوب كي تقع ثورة بعد 200-300 عام يمشوا للشارع. أما أنه كل شيء يحتكم إليه الشارع، المفروض أن مؤسسة الدولة تعود إلى الاشتغال. رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان يجلسوا مع بعض، رؤوس السلطة تتعارك. الناس قالك فلقتنا هاني، أنا قاعد أقول لك بصوت عاقل وهادئ، يتقابل رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ويتقابل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويجلسوا، وما هناش حل إلا بالجلوس، وإحنا نساعده بالكلمة الباهية، وإحنا نساعده بأن نخلق مناخ لتجاوز هذه الأزمة. الحل هو الحوار، راه ما هناش حل آخر، راه مش مضمون نوصل على 2024. وراه فما دول كانت في العالم بهيبتها وقدرها، والآن الدول هذه أقفرت، وراه تونس دولة كما الدول العالم الأخرى الكل، راه ما عندناش حكمة تونسية خاصة وما عندناش عبقرية تونسية خاصة. عندما توفر ظروف موضوعية بأن نكون دولة متقدمة ونكون، وعندما يكون عناصر، عندما تكون عناصر التخلف موجودة والتعجيش، احنا خرجنا دواعش، تونس خرج دواعش أكثر من خرجته مصر وسوريا والعراق، صحيح ولا؟ تذكروا هذه عنط معناها خجل يجب أن يصيب التونسيين. احنا شبابنا يحرق أكثر من الدول اللي فيها حروب في البحر. شنو الثقافات اللي عندنا احنا؟ شنو التعليم اللي عندنا باش يقي الناس؟ شنو الطموحات اللي موجوده عند شبابنا توا؟ وانت ترى انه هذا الكل اللي لعبة الشارع ما نقص تونس كان شارع. سي كرشيد استاذ، انت قلت لنا برشا مرات الحوار الحوار، وصدقني نسكل الضيوف السياسيين المحللين كل نسكل تدعو للحوار. قلت الكلمة للولي ديلوي ما عادش عندها معنى، فقدت المعنى نتاعها. هل بكل المعطيات اللي انت كنت تسرد لي فيهم توا برخام يا كريم نتاع الله، وحلة المنجل في القلة، ورانا نسيسي وما عندناش ناس يحرقوا، وين على اي قاعدة سيكون هناك الحوار؟ انا على علم انه مؤسسات الدولة معطلة. هاو عندي دعوة،
تفضل. ان شخصيات وطنيه ورؤساء احزاب حتى ما مش ممثلين في البرلمان يعملوا بيان مشترك لاجبار الجميع على الحوار. خلينا نحرجوا سياسيين، ما عندناش حل، مانيش باش نهبطوا دينا راهو، ومانيش باش نقولوا الناس شدوا السلاح على بعضكم، احنا مدنيين ندافعوا على دوله مدنيه ونراو اللي وقع في تونس، وخاصه نظام الحكم الحالي ما يديش حتى نتيجه، يلزم نلقوا حل. الحل هي نجاعه السلطه. راهو سي قيس سعيد ماهوش حلش المشكله كي يمشي المرشي راهو. شنو عمل التوانسي كي يمشي المرشي؟ صورنا وقلنا قيس سعيد يدور في الشارع، وها في شارع الحبيب بورقيبه. ماهوش هذا الموضوع، ماهوش منتخب باش يدور في مرشي ريانا راهو سي قيس سعيد. ومش منتخب باش يدور في شارع الحبيب بورقيبه ويشرب كابيسان في المنيله. منتخب من اجل حمايه الدوله التونسيه، وحمايه الدوله التونسيه تقتضي الترفع في كل الاحوال. ورئيس الحكومه مطلوب منه أن يخلق الانسجام مع رئيس الجمهوريه. واضح واضح. استاذ كرشيد باش نختم باش نرجع لك الفكره اللي هي الحقيقه تخوف شويه، لانه نعرفوا وقت اللي نسمعوا كما قلت انت لعبه الشارع ترجع والتنبيه من العنف المقنع، نرجو منتبهين اكثر 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 من اي وقت. دونك فما ناس تدعو الى مسيرات لدعم المشيشي، وانت تحذر من انه المسيرات هذيا تغطي اللي يسميهم ميليشيات، اللي يسميهم روابط حماية الثورة. خلينا نقول أكثر، روابط حماية الثورة تعود من جديد. إذا كان بعض أصدقائي من اليساريين، وأنا نقدر ونحترم وتعرف في مرجعيتي السياسية قريبة ياسر، ولكني خرجت من الأيديولوجيا إلى ما هو وطني في أفكاري، نقول راهو تجيش الشارع من الجهة الأخرى قد يكون نذيره خطير جدا، وأنا نحذر من لعبة الشارع، نحذر منها ونقول لا تحل مشاكل تونس بالشارع، تحل بالقوانين وبالجلوس. وهذا رأي الذي أتبناه وأدافع عنه. وأنت ترى أن روابط حماية الثورة ظاهرة خطيرة ويجب أن تعود، مع العلم اللي اليوم لا يجب أن تعود ولا يجب أن تطلبي رأسها حتى لا يجب أن تطلبي رأسها على التونسيين، ولا حتى روابط حماية الحكومة. مش كان ربا تاني شوف، ولا تنسيقية. البارح نسمع في رئيس الجمهورية يقولوا لا احنا تنسيقية، تنسيقية التاكسيات طلعوا. اي ايش معنى تنسيقية؟ ايش معنى تنسيقية؟ ما نعرفهم عندهم نقابة تاكسيات. طيب شوف، انا نقول لك هذه مسألة نسق ونسقوا ونتقابلوا، هذه يزي منها. وتونس في حاجة إلى الهدوء والحاجة إلى حوار عقلاني، ونخرجوا من هالمستنقع اللي عملناه لأولادنا ولينا. مشكور جدا استاذ مبروك كرشيد، يعطيك صحه، ميرسي بوكو. شكرا توت ليكيب 90 دقيقه، خليكم مع زينب المالكي، باي باي، ادومان.